Good afternoon, everybody. أهلا بكم جميعا. أنا نانسي لينبرغ وأنا رئيسة المعهد الأمريكي للسلام. يسرني أن أرحب بكم هنا في المعهد. يشرفنا أن نرحب أيضا اليوم بالرئيس البيجي قائد السبسي والوفد المرافق له، وهم انضموا إليه هنا في المعهد في إطار الزيارة الرسمية الأولى للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن أصبح رئيساً في شهر ديسمبر كانون الأول 2014. طبعاً نحن جميعاً تابعنا خطى تونس نحو الديمقراطية منذ العام 2011 بعد ما بدأ تحول دراماتيكي على المستوى الإقليمي. بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الناجحة العام الماضي، عززت تونس من التزامها لإنشاء حكومة تمثيلية عبر الحكومة الائتلافية التي تم تشكيلها. نتمنى لتونس كل النجاح ونتابع مسارها عن كثب في مواجهة كل التحديات وفي بقائها النموذج الناجح الوحيد للربيع العربي. سأشير أولا أنه يشرفنا أن نعمل مع كل الزملاء والشركاء الذين عملنا معهم في الشهر الماضي، ونحن نشكر السفير جويا لدعمه الخاص. طبعا هو سفير جديد وفي أسبوعه الأول قدم أوراق اعتماده ورحب برئيس بلاده، كذلك السيد كيس دراجي والمستشار عمر بن يونس وكل العاملين في السفارة. نشكرهم لدعمهم وللشراكة التي كانت بيننا والسفير شليفة الذي هو معنا والسفير جلاوز، كذلك السيد مرزوق وهو أيضا مع الوفد. ونشكركم لهذه الشراكة ونريد أن نعرب عن امتناننا لوزارة الخارجية وكذلك السفير قصري المدير العام لمشاركته وعمله بالشراكة مع المعهد. لدينا معنا هنا الصديق والزميل السفير بيل تايلور وهو النائب الرئيس الذي سيدير جلسة اليوم، وكان المنسق السابق لمساعدة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، وكان أيضا داعما ومشجعا لتونس منذ فترة ما بعد الانقلاب أو الثورة من العام 2010 إلى العام 2014. يشرفني ويسرني أن أقدم لكم فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي بكلمتين هو قائد دولة وزعيم. سيدي، أنت كنت شخصا أساسيا في تونس لسنوات طويلة ومنذ العام 2011 مصدر ثقة واستقرار. الرئيس السبسي أصبح رئيسا في كانون الأول ديسمبر 2014 وهو باشر بطريق أساسي لمواجهة كل التحديات. في إطار حلف اليمين تعهد أن يكون رئيسا لكل التونسيين من رجال ونساء من دون استثناء، وتعهد أيضا أن يبني التوافق بين كل المجموعات الاجتماعية وكل التوانسة. يشرفنا أن تكون معنا اليوم فخامة الرئيس. نعرف أنك تلتقي الرئيس أوباما غدا، ولكن اليوم وعدت أن تتكلم معنا عن نظرتك ورؤيتك للمستقبل لبلادكم الذي يواجه تحديات. نرحب بفخامة الرئيس السبسي. كان وقت بلادي أنا. شكون باش يترجموا؟ نشوفوا ساعة اللي ترجم.
الفوق باه تستنى تسمع فيا ما هو. اولا نحب نشكر الرئيسة لينبورد وكذلك ايضا السفير تايلور على هذه الدعوة الكريمة واللي استجبت لها بكل أريحية، لأني أعرف أهمية هذه المؤسسة من أجل السلم، ونحن حياتنا كلها مخصصة للدفاع عن السلم. قال يترجم هذا سبا جود مو. وأريد أن أذكر أني هذه الزيارة الثانية الرسمية اللي يقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس باراك أوباما. الزيارة الفائتة يعني في أكتوبر 11 2011، يعني تو 4 سنوات، أنا وعدته باش نواصلوا العمل من أجل ترسيخ الديمقراطية في تونس. واليوم بعد 4 سنوات وبعد ما جرينا انتخابات يعني في عام 2011 وعطينا الحكم للناس اللي وقع انتخاب، يعني احترمنا صندوق يعني صندوق الانتخاب، معروف أن الناس اللي وقع انتخابهم ما كانوش من الحزب نتاعنا ومن حركتنا، احنا كانوا أغلبهم من الحزب الإسلامي. وهولي ماذا بيا ننبه الحاضرين، نحييهم ساعة وننبههم، كما فرق ما بين إسلامي ومسلم، لأن تاهي من تقع الذبابية هنا. الإسلامي هي حركة سياسية بالأساس تستعمل الدين باش توصل إلى الحكم، وأحيانا تستعمل العنف للوصول إلى هذا الحكم. والمسلم كيف أنا؟ أنا مسلم، وتونس الكل أغلبها مسلمين، يعني المسلم ديانة، ولكن الإسلام في تونس ديانة متفتحة وتتعايش مع كل الديانات. وحتى في القرآن اللي هو المرجعية نتاعنا فيها آية يقول لكم دينكم ولي دين. إيش معناه؟ انتم عندكم دين ونحن عندنا دين، ولكن هو الرب واحد والأديان ما تضربش، بشر هي اللي تتضرب وهي اللي تأول الدين على حسبها. على كل حال، من حسن تونس اليوم أن الحزب اللي كان يلعت بكونه حزب إسلامي ولا حزب سياسي لا محالة، ولكن عنده مرجعية دينية، مرجعية إسلامية، وتوانسة أغلبهم مسلمين. لكن أيضا عندنا توانسة ما همش مسلمين وعندهم أيضا ديانة عبرانية اللي يقولوا يهود. تونس البلد الوحيد في الدنيا اللي تتعاشر يعني بدون مشكل ما بين المسلمين وبين اليهود. ونحن في تونس الآن عندنا أقدم يعني حركة دينية في تونس، يعني دينية يهودية، يعني عندها 2500 سنة في تونس. في الحقيقة احنا أقدم من اليهود اللي في أمريكا، وعايشين في انسجام تام. في شهر هذا ماي اليهود في تونس اللي هما تونس يعني عملوا احتفال كبير بما يسميه الغريبة، احتفال ديني، وجاءوا اليهود من الدنيا كلها. والاحتفال هذا وقع برعاية رئيس الجمهورية التونسية وكذلك أيضا بحضور الحكومة التونسية، وتعدى على أحسن ما يرام. بس نأكد لكم إلا في تونس الديانات متعايشة، ومتعايشة على أحسن ما يرام، على خلاف ما هي موجودة في دول أخرى. ثم
أنا في الأربع سنوات في تونس مشينا في تمشي ديمقراطي تقريب. احنا البلد الوحيد العربي والمسلم اللي عندنا نظام ديمقراطي ترسخ في المدة هذه القليلة. فعلا احنا توا في تونس عندنا رئيس جمهورية منتخب انتخاب عام وسري وبالشفافية، والرئيس الجمهورية هذا هو اللي قدامكم. أنا انتخبني الشعب التونسي بتمامه وكماله وبأغلبية عريضة. علاش نقول بأغلبية عريضة؟ لأن في الانتخابات هذا ثم مترشحين آخر، جاءوا 27 مترشح في تونس للرئاسة، وبطبيعة قعدوا اثنين، الرئيس اللي قاع انتخابه والرئيس اللي كان رئيس مدة 3 سنوات واللي بطبيعة غادر الرئاسة بحكم الصندوق. وعندنا يعني مجلس وطني منتخب، والخاصية متاعه أن اللي توا موجودين كنواب الشعب التونسي هما بحساسيات مختلفة، وما ثم حتى حساسية سياسية وقع اقصاها من الانتخابات. ولكن مش الكل نجحوا في الانتخابات بطبيعة، كيف ما الرؤساء اللي ترشحوا معايا مش كل مش الكل نجحوا. عندنا على الأقل 5 أحزاب هامة اللي كانت عندها النتائج واللي موجودة الآن في مجلس الشعب، بما فيهم الحزب اللي عنده مرجعية إسلامية. وفعلا يعني قاعدين الأحزاب هذه تتعايش مع بعضها، وعملنا كوننا حكومة، والحكومة هذه خلافا لما عملناه منذ 60 سنة هي خلافة، هي حكومة ائتلافية. شو معناها؟ معناها متكونة من تقريب 5 أحزاب، الأربعة الهامين ومعهم حزب آخر صغير. وإلى الآن هذه الحكومة تعمل بدون تجاذبات يعني كبيرة، والمجلس أعطاها الثقة متاعه بصفة عريضة. يعني احنا المجلس متاعنا فيه 217 نائب، الحكومة حصلت على 166 صوت، ولهذا هذه حكومة معناها موجهة باش توجه رسالة متاع استقرار ومتاع دوام إن شاء الله. على كل حال عندها الحق 5 سنين، إن شاء الله تبقاهم تكون 5 سنين، ولكن مش بيد الرئيس باش كونه تبقى ولا ما تبقاش، هي بالعمل متاعها. وأنا نعتقد وأن الحكومة هذه سايرة في طريق معناها صحيح، وأن الأغلبية اللي متكونة من هالأحزاب الأربعة هذه واللي فيهم 4 نواب هنا موجودين، كل واحد من الحزب ناش احنا من الإسلامي موجود، يعني المسلم هو كما نحن موجود، والأحزاب الأخرى موجودة، وإحنا نداء تونس اللي أنا كنت رئيسه كونت وما عادش رئيسه لأن الدستور ما يسمح ليش، هو كنائبة امرأة باش نبين لكم اللي صوتوا عليه الأغلبية النساء، وأنا نحترم النساء. لكن ما يعنيش أن كل ما عملناه في تونس عملناه بصفة سهلة، كان فيها صعوبات كبيرة وما زالت أمامنا صعوبات أخرى. أولا المسار الديمقراطي خذا مكانه كسلاح سياسي، لكن ما تنجحش سلاح سياسي إذا كان ما يساندوش سلاح اقتصادي، والاقتصاد جزء لا يتجزأ من نجاح المسار السياسي. كل قائل علاش تونس وحدها هي اللي عندها هذا، لأن في بقية الدول العربية والدول الإسلامية ما ثم حتى واحدة عندها خلية المسار الديمقراطي. ونحن في الشعوب المتقدمة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شعب متقدم، يعني يحبوا يشجعوا على يعني تعميم الديمقراطية في العالم، وبالخصوص في العالم الثالث، ما نقولوش المتخلف لكن في طريق النمو، بس يخرج إن شاء الله من هذا ونتفائلوا شوية.
ولهذا احنا بحط علاش؟ على خاطر تونس استقلت عام 56، يعني توا 60 سنه، وعلى راس تونس في ذلك الوقت جاء راجل مصلح اسمه الحبيب بورقيبه، هو اللي دفع تونس في الاتجاه. اولا بدا في اصلاح المجتمع، لان المجتمع التونسي كان مجتمع متخلف كيف المجتمعات كل، ونحن كنا عايشين فيه. بدل دخل اصلاحات، اول اصلاح هو تحرير المراه التونسيه. والان المراه التونسيه متحرره منذ الاستقلال الى اليوم، والان المراه التونسيه تحتل في المجتمع التونسي المكانة التي تضاهي، أقولش قد أما تضاهي مكانة الرجل، وإن شاء الله بعد مدة تولي كيف هي والرجل. وثانيا هو عمم التعليم، فهم اللي التقدم يلزم العلم التكنولوجيا، وهذا عمم التعليم. وكنت نقول اليوم صباح ما ثماش تونسي في عمر أن يمشي للمدرسة وما يلقاش مكان في المدرسة ومكان مجاني. لهذا اليوم الشعب التونسي غير الشعب التونسي اللي لقيناه وقت اللي جاء الاستقلال. باش نبين لكم، وأنا وقت اللي جاء الاستقلال، ونعلمكم إذا كان ما تعرفوش، أنا كنت حاضر، يعني مانيش صغير يعني بالكل. كل الفترات هذه معناها واكبتها، ولهذا نجم نقول لكم نعرف شو نقول. وقت اللي استقلت تونس، مشكلتنا الأساسية اللي ضيعنا فيها وقت كبير هي مقاومة الأمية، لأن لقينا شعب أمي في الأغلبية متاعه. وتعرفوا على كل حال اللي كان عاش، سواء قاعد نشوف ناس اللي تعرف، يعني كنا عملنا طبلوات كحل، وبدينا نعلمه في الكبار وكل عزيز وكل الصغار، ويبدأوا أليف الباء تاء ثاء. أخي الناس يقولون لنا توا هذا مش يجيب نتيجة. بورقيبة يقول باش يجيب نتيجة، وفي الواقع جاب نتيجة. اليوم في عام هذا مشكلتنا شنية؟ احنا مش مقاومة الأمية، مشكلتنا يعني إيجاد الشغل للناس اللي عندهم الإجازات العليا للدبلومي الكبار، ما عندهم شغل. علاش؟ على خاطر التعليم سبق يعني التطور الاقتصادي وسبق التطور المادي. هذه مشكلة أساسية، لأن هذا يوقع وعنده 60 سنة وقع. الشعب التونسي أولا غير الشعب التونسي اللي لقيناه يعني في 56، وغير الشعوب الأخرى اللي كيفنا اللي ما عموش التعليم، وبالخصوص ما حرروش المرأة. احنا عممنا التعليم وحررنا المرأة، وحتى كيف تكون عندنا خلافات سواء كان مذهبية ولا خلافات لها أبعاد دينية، يعني نجم نتعايشوا مع بعضنا وما نتخاصموش وما نتقاتلوش. وفي تونس الآن بالرغم من الخلافات اللي قد توجد عند البعض، الناس كلها تعايش مع بعضها، والناس كلها تعمل مع بعضها، وفي السياسة الأحزاب كلها تعمل مع بعضها بنفس المسؤولية. هذا شو التغيير الكبير اللي وقع في تونس. لكن الإصلاح اللي مشينا فيه، واللي توا نجم نقولوا أن تونس دخلت في الـ في الـ في الـ الكلوب نادي نتاع الديمقراطيين. احنا قلنا دخلنا، مازالناش ما قلناش ما استقريناش في الواحد، وإن شاء الله باش نستقروا الحمد لله. لكن إذا كان نحبوا نحافظوا على التجربة هذه، يلزم نفضوا الأوضاع الاقتصادية. عندنا زوز رهانات كبار، أولا رهانة الأمن ومقاومة الإرهاب، والإرهاب هذا راهو ما عندوش يعني جذور تونسية، هو جاينا من المنطقة الكل اللي نحن فيها، حيث تونس مشاكلها تونسية ولكن مشاكلها تاع المنطقة الكل اللي هي تعيش فيها. وما نحبش نذكر حتى دولة باش ما نعملش مشكلة دبلوماسية، ولهذا هذا الواقع. اش نعملوا توا؟ أولا الإرهاب قاعدين نقاوموا فيه، ولكن يلزم
أصدقائنا يعاونونا في مقاومة الإرهاب. ونحب نقول هنا بكل وضوح أن الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تعاون في تونس لمقاومة الإرهاب، ولكن نطمح إلى إعانة أقوى. ليش؟ لأن عندنا حدود مع دولة شقيقة واللي هي تسميها ليبيا، واللي حدودنا معها يعني مش ياسر معناها محروسة، وقاعد يجينا سلاح ويجيونا الإرهابيين غادي، خاصة وأن في ليبيا الآن ما تمش دولة، يعني ما عادش تم دولة، تم كثير من يعني الوحدات البشرية المتفقة مع بعضها، قلت وحدات بشرية باش ما نقولش يعني إرهابيين وكذا، مش صحيح. ما حسب مسؤوليتي يلزمنا رد بالي في الكلام. قبل كنت رئيس حزب نتكلم بالحرية، الآن أنا يلزمني نأخذ الاحتياطات. يعني هذوما معناها أولا ساعة هم متخلفين، ثانيا ثم يعني ليبيا في الشمال وثم ليبيا في الجنوب. إيش معناها ليبيا في الجنوب؟ معناها ثم يعني حكومة يعني في الشمال وحكومة في الغرب، لكن مش متفقين مع بعض، وطبيعة ثم خلافات. ولكن في ليبيا ثم ما يسمى بالداعش، تسمعوا بها الكل، يعني هذه اللي يسميها الدولة الإسلامية، والإسلام بريء من الحكاية هذه، لكن هذوما ناس إرهابيين وموجودين، وحتى حد ما يقاوم فيهم في ليبيا، هما يقاوموا في بعضهم، ولكن الإرهابيين قاعدين عايشين يعني قاعدين يسيئوا إلى الدول الجوار بما فيهم مصر بما فيهم تونس اللي هي أقرب بلاد والمتفتحة أكثر واللي جيها المصائب أكثر منهم. لهذا يلزمنا نوصلوا الحل باش هالأوضاع هذه يعني نخفوا منها. بالطبيعة كان نجموا نقربوا ما بين الفرقاء وتولي في ليبيا دولة كما كانت، يعني بقدر علاقنا ما بين الشعب التونسي والشعب الليبي يعني علاقة باهية. يبقى اليوم الأوضاع ماشي تحت السيطرة، ولكن أيضا احنا عندنا في تونس مليون ليبي عايشين في تونس على خاطر ما نجموش يعيشوا في بلادهم، وهذا يوظف على تونس مسؤوليات وفي قلب هالأوضاع هذه. بالإضافة إلى ليبيا هي الدولة اللي أقرب لنا لنا واللي عندنا معها تعامل كبير، والتعامل هذا وقف الآن، بحيث تونس معاقبة من ثلاثة نواحي. أولا نواحي الإرهاب، جيونا بها وجيونا السلاح وجيونا كذا. ثانيا يعني توقيف تعامل ما بين تونس وليبيا، واللي حسب الإحصائيات اللي موجودة الآن تونس خسرت من الوضع هذا اللي عليه الوضع بين ليبيا وتونس 5.7 مليار يعني دولار، وهذا بالنسبة للبلاد الصغير هذا كثير. لو عندنا الشطر نتاعهم تو تونس تخرج من الأزمة اللي هي فيها، وثانيا عندنا يعني خسارة في الناس اللي موجودين عندنا اللي هم مليون، اللي يلزمهم أمور أمنية ويلزمهم أمور أخرى، واللي مشاركتهم في تونس بلد الصغير اللي فيه 11 مليون ساكن معناها رفع في مستوى المعيشة بالنسبة لبقية التونسيين، لأن الأخوات والأخوان الليبيين اللي جاوا عندنا حالتهم ميسورة، وبطبيعة يساهموا وارتفع يعني سعر الأراضي وسعر البناءات وسعر المساكن، وترفع أيضا يعني قيمة العيش في تونس. هذا الكل وضعنا، وهذا يصعب علينا يعني مواصلة ترسيخ المسار الديمقراطي اللي احنا ماشي فيه. ولهذا نحن معناها بودنا أن أصدقائنا اللي في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي احنا أصدقاء معها منذ عشرات السنين من يوم الاستقلال متاع تونس، وساعدتنا هي في هذا. ولكن كيف ما كنت قلت تو 4 سنين للسيد رئيس الجمهورية الأمريكية، راهو علاقة تونس مع الولايات المتحدة ترجع إلى القرن 18،
أول دولة اعترفت باستقلال الولايات المتحدة هي تونس. وبالطبع وقت اللي جاء استقلال بتاع تونس أول دولة اللي اعترفت بتونس وباستقلالها هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شفت علاقاتنا مميزة من زمان، وعلاقاتنا تو متواصلة إن شاء الله. وإن شاء الله يعني بعد هالزيارة اللي أديتها هذه العلاقات ما بين تونس والولايات المتحدة تنطلق من جديد للنظر إلى المستقبل، لأن نحب نهيئ المستقبل. المستقبل هو كونه في تونس تولي دولة قانون باش نرسخ المسار الديمقراطي، لأن المسار الديمقراطي ما ينجح في أي بلد إلا ما يكون عندهم دولة قانون. ودولة قانون أحنا ساعين لتركيزها، ما زالت ما عندناش دولة قانون. وأنا نعرف هذا لأني أنا في الحياة العامة يعني زاد عندي 63 سنة وأنا في الحياة العامة، نعرف اللي بدينا كيفاش بدينا، ونعرف كيفاش تطورنا، ونعرف كيفاش وصلنا اليوم. وإن شاء الله ربي يوفقني باش نعرف الشيء اللي لازمنا نكونه في المستقبل. وفي المستقبل لابد تكون عندنا دولة قانون، ولكن أيضا النظام الديمقراطي يترسخ. والنظام الديمقراطي كما قلت لكم يلزم ثم أولويات. أولا ساعة نقاوم الإرهاب ونحق الأمن والاستقرار في بلادنا، وثانيا ننهض بالاقتصاد متاعنا اللي هو الآن في حالة تعبة. باش ننهض في حالة الاقتصاد متاعنا يلزمنا نجلب الاستثمارات الخارجية. وباش نجلب الاستثمارات And in order to do so, الداخلية، وباش شجعوا استثمارات الداخلية. سي الامباسادور كوتلير vous connaissez bien la question n'est-ce pas، يعني صديقنا ويعرف هذا، كان عندنا سفير سابق. يعني هذا يلزم نخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات. وهذا باش ما غشكمش مازال مش متوفر عندنا. أنا كرئيس الجمهورية اقترحت هذا وقدمت اقتراحات، لكن فما شوية صعوبات. مش الناس كل تخمم كبعضها، وموش الناس كل تخمم على المستقبل، وموش الناس كل عندها شعور بالوطنية. لكن حب من حب وكره من كره باش نجيوها وباش نحقوها، باش تخرج تونس من الوضع اللي هي فيه. وإن شاء الله تونس ما تبقاش وحدها في الحالة هذه، لأن راه وقت اللي واحد وحده يعني الناس كل تخزر له الموقف ما يكونش مريح. ولهذا إن شاء الله نأملوا وأن الشيء اللي عملناه في تونس واللي أصدقائنا فرحانين بينا وديما يشكروا فينا، وفي مقدمتهم أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية نسبا أمباسادور تايلور، ولهذا إن شاء الله أيضا نواصلوا هالطريقة هذه بتاعنا. واحنا عازمين مش نوصلوا الطريق نتاعنا، سواء كان وحدنا والا بإعانة اصدقائنا. وإعانة اصدقائنا هي تخلينا نسرعوا بالاصلاحات الكبرى اللي لابد باش نعملوها، واللي ان شاء الله كيف نعملوها نحسنوا اوضاعنا. وقبل ما ننهي نحب نقول اللي احنا في تونس النظام اللي ماشيين فيه السياسي ما يقصي حتى وحتى حتى يعني حساسية سياسية. ونعرف اللي كثير من الدول اللي كيفنا تقولوا ولا هذوما اللي نسميهم الخوانجية، صح احنا ما عندناش خوانجية في تونس، عندنا ناس مسلمين انت لا ما تكون حساسيتهم. ثانيا كيفاش تحطوهم في الحكومة؟ نعم سيدي، احنا نحبوا في تونس نحطوا نظام مستقر باش اللي يجي يستثمر مش بعد غدوه يلقى روحه في مشكله. وانا نقول لكم اللي احنا ما عندناش مشكله، على كل حال اتكلم فيكم انا ما عنديش مشكله، لاني انا صاحب الاقتراح وصاحب الانجاز، وهو كونه اللي يسميهم النهضه ما عندناش مشكله. توانسه كيف الناس كل جزء لا يتجزا من المشهد السياسي في تونس، ورئيسهم
يعني الشيخ راشد الغنوشي اللي اتفقت معه في كل هالأمور هذه، ساعدنا ويساعد في بلاده وساعد في حركة بتاعه، هو كونه دخلنا مع سواسية وموجودين في الحكومة، وأنا شخصيا فرحان بالناس اللي شاركوا معنا في الحكومة واللي أصلهم من النهضة، وما عنديش هو في النواب اللي جاوا معايا، النهضة موجودة والأفاق موجودة ونداء تونس موجودة والوطني تقدمي موجود، ما عندناش إشكالية، وأنا اللي قدامكم وأنا المنتخب الشعب التونسي أنا ضامن في حسن نجاح هذه التجربة. هذه تونس اليوم بطبيعة راهو مش كل شيء وردي، عنا أمور سلبية. أولا عنا بطالة، احنا شعب فيه 11 مليون عنا 620 ألف ناس بطلين، وفالبطلين هذوما عنا فيهم 250 ألف عندهم شيء، يعني هذه حالة ما تجمش دوم، لأن برشا ناس يلوموا علينا قلتوما التوانسة عندكم كثير من الناس مشاو في الجهات، ارعم احنا يمكن أكثر عدد، علاش؟ عنا بطالة، عنا جهات فيها الفقر، عنا جهات مهمشة مش داخلة في الأوضاع هذه، ولا بد باش نهتموا بهذا الموضوع. يعني في تونس وقع ثورة من 17 ديسمبر 2010 حتى 14 جانفي 2011. الثورة هذه وقعت من إيش؟ من أجل إيش؟ من أجل البطالة، ومن أجل الحالة الاجتماعية، ومن أجل بعض جيوب الفقر، وأيضا من أجل جهات كلها مهمشة مش داخلة في الحركة الاقتصادية. إذا كان تونس ما تهتديش إلى التقليل من الوضع هذا، فإن المسار الديمقراطي يبقى مهدد. ولهذا قول لكل أصدقائنا اللي نهار كل يشكروا فينا على هالتمشي هذا اللي احنا ماشيين فيه وهالنجاح اللي عملناه، راهو النجاح هذا هش وراهين أن إذا كان الأوضاع الاقتصادية ما تحسنش، وإذا كان ما نجموش نحسنوا الأوضاع الاجتماعية، قد نصبحوا راجعين إلى الوراء لا قدر الله. هذا حبيت أقول هوني في أمريكا اللي دائما يرحبوا بتونس، ورئيس أوباما هو أول رئيس رحب بالثورة وقال في الكونغرس، يعني اذكر محمد البوعزيزي اللي وقع يعني ضحى بحياته من أجل الأوضاع هذه. ولهذا حبيت نقول بكل وضوح راه تونس في حاجة إلى السند، لكن إذا كان ما جاش السند مش نرجع وراه بالتالي، احنا مش نوصل وحدنا في الأمور هذه. هذا هو اللي حبيت نقوله، وإن شاء الله على كل حال هذه مناسبة باش نحييو كل أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نحييو الرئيس باراك أوباما اللي تحدثنا مرارا في الموضوع هذا واللي مشجعنا إلى الآخر، وناهيكم أنه هذه المرة الثانية اللي قدم لي دعوة باش نجي للولايات المتحدة، وقاعدين نلتقي بكل المسؤولين، مسيو بايدن نائب الرئيس، وزير الخارجية جون كيري شفتوه اليوم الصباح، كل الإطارات الاقتصادية والإطارات السياسية قاعدين نلتقي بهم، وإن شاء الله نكملوا غدوة. ولو اليوم هو نهار كبير، احنا عندنا نحن اللي ماشي الكونغري ماشي كذا، لكن حبيت نجي لهوني لأنكم انتوما هوني يعني تعملوا من أجل السلام، والسلام هو كون البشر يكون عايش في راحة، يكون يأكل ويشرب وكذلك أيضا يشتغل، يعني وهذا إن شاء الله نجم الحقوه بإعانتكم، ولا الحقوه حدنا إذا كان ما توفرتش الإعانة هذه، وبارك الله فيكم. God bless you. Ha.
Mr. President, on behalf of all of us in here in the room, and سيدي الرئيس نيابة عن كافة الأشخاص الحاضرين في هذه القاعة أو في القاعة المجاورة حيث أجلبت واستقطبت كل هؤلاء المهتمين وكلهم أيضا لديهم أسئلة لكم فهم يستعملون التويتر على طريق الهاشتاج سبسي USAIP فهناك كثيرون في هاتين القاعتين يعني سوف يشاركون وشكرا على هذه الكلمة. لدينا فرصة لكي نطرح بعض الأسئلة عليك إذا سمحت. عندك هذه فرصة لكي تعيد تقديم تونس أمام الشعب الأمريكي. الأمريكيون يعرفون طبعا بأن تاريخ تونس يرجع إلى 5000 سنة. فقرطاج يعرفها الأمريكيون بأن بعض المعارك في الحرب العالمية الثانية وقعت في هذا المكان وأن هناك مقبرة خاصة بالجيوش الأمريكية في قرطاج وهي يحافظ عليها بشكل رائع. في بداية الربيع العربي فقد كان ذلك في تونس وقد شرحت قبل قليل للأمريكيين الذين يشاهدون هنا كيف قمتم بائتلاف في كافة أنحاء تونس. لذلك السؤال سيد الرئيس هو الآن وأنت تعيد تقديم تونس لأمريكا والشعب الأمريكي ولباقي أنحاء العالم، هل أن تونس نموذج يمكن أن يجمع بين العرب والإسلام والديمقراطية من ناحية، أو هل أن هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة بأن أنه عندما ننظر إلى باقي أنحاء العالم العربي فالديمقراطية تواجه التحديات، فهل أنتم النموذج أم الاستثناء؟ ولكن النجم يكون النموذج، والنموذج هو اللي يقتدى به في العالم، والنجم نوليه النموذج، وهذا مرتبط بالدور اللي تحب تلعب الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الولايات المتحدة ومش غيرها يعني تسان تونس، يمكن تونس تصبح نموذج، يعني ما كانش باش نبقاو الاستثناء. والاستثناء ما يمكنش يدوم، يبدأ دائما مهدد، لأن اللي حوله ما أن احنا النموذج تاع نمط اجتماعي يختلف على الأنماط الأخرى اللي موجودة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، فأن هذا النموذج يصبح دائما مهدد، يعني لأنه هش. ولهذا أنا شخصيا اللي معروف وأني يعني نمن بالدور اللي قامت به الولايات المتحدة من وقت الحرب اللي تكلمت به أنت، الولايات المتحدة وقفت النازية، وبدونها رأي النازية ما زالت قائمة اليوم. الولايات المتحدة انتشلت أوروبا بالمشروع تاع مارشال، وكذلك أيضا ساهمت في مساندة القضايا العادلة، وقضيتنا احنا قضية عادلة، بحيث إذا الولايات المتحدة، وهذه مسألة تهم الشعب الأمريكي، تحب تلعب دور ودور هام ومش يبقى لها في التاريخ، هو كونه تعمل من أجل أن الاستثناء التونسي ما يبقاش استثناء ويصبح هو مثال يحتذى به. ونعتقد وأنها عندها الإمكانيات، وكذلك أيضا في العالم عندها أيضا إمكانيات بتغيير الأوضاع. هذا احنا نقولوا التجربة متاعنا على ذمة الجميع، وهذا يعني وأن احنا مش نواصلوا نعملوا من أجل تعميم هالتجربة هذه، لكن إذا كان لقينا السند. Mr. President, justice. Yes. Our country struggles. سيدي الرئيس العدل
إن بلدك ما زالت تكافح، وهناك دول أخرى عندها نفس مشكلة مفهوم السلام. منذ 3 أسابيع تقريبا استقبلنا السيد رئيس وزارة العراق وتحدثنا معه عن العدالة، وتحدثنا عن تحديات الصلح وأيضا التهديدات التي يمثلها الانتقام. منذ شهرين استقبلنا السيد أشرف غاني الذي جلس في نفس المقعد الذي تجلس فيه، ولكننا لسنا نشبه بعضنا، أليس كذلك؟ كلا، لستما مثل بعضكما. نحن لم نرتبك صد، ولكن هو أيضا يكافح مع موضوع العدالة في أفغانستان، وسألناه عن هذا السؤال فقال أنه يريد أن يتطلع إلى الأمام وليس إلى الوراء. وسيادتك أيضا تريد أن تعالج وتتوجه إلى هذه المشاكل في بلدك، فما هي يعني نظرتك إلى هذا الموضوع؟ أنا فقط ضيف، ولكن يجب أن يعرفوا بأن الوضع في تونس اليوم ليس وها أنا أتحدث الآن باللغة الإنجليزية، إن الوضع في تونس اليوم ليس سهلا، إنه وضعا صعب معقدا. نعم صحيح، نحن نعتقد بأنه علينا أن نكافح من أجل حقوق الإنسان. Man or woman، يعني مرأة أو رجل، حقوق الإنسان رجل أو امرأة كله سواسية، ولكننا هناك شعب فقير، هناك أشخاص عاطلين عن العمل، وأعتقد أنه من الأولويات أن نستجيب لذلك. We have عندنا قس وهو ليس مسلم. Okay, we have a priest who is ماذا قال؟ يجب أن يكون هناك. Donc, si la démocratie c'est la vertu, si les droits de l'homme c'est la vertu, on peut pas les apprécier si on a le ventre creux, hein, et si on n'a pas de travail, et si on a beaucoup de pauvreté. Quelles sont les priorités? Moi, je dis, la priorité, c'est de donner à manger à ceux qui ont faim. Sinon, ils meurent. Alors, à quoi ça sert de défendre ses droits quand il est dans le cimetière? Mais, il n'empêche qu'il faut aussi donner la priorité à la défense des droits de l'homme et à ces commissions que vous avez mentionnées. Bon. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. Mais il y a des priorités, voilà. Oui. Et la priorité, c'est de donner à ces gens-là du travail. Mais la commission que nous avons créée en Tunisie, la Tunisie est le premier pays qui a créé une commission pour les droits de l'homme. Ça, c'est mal moi, ça. The first one. The first. The premier, oui. Et jusqu'à maintenant, ils sont là-bas. Même dans les régimes qu'on appelle les régimes d'autorité ou des régimes dictatoriaux, elle a toujours existé. Parce que le peuple est pour ça. Et moi, je suis l'élu du peuple, et je ne peux pas être contre ça. Oui. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup. So, let us open the questions here. والآن دعونا نفتح الحوار والمجال للأسئلة. فنرجو أن تقولوا اسمكم وعنوانكم، يعني وظيفتكم بسرعة. أنا العوني، وأنا أمريكي ليبي، وأود أن أرى العلاقة بين تونس وليبيا تتحسن، أود أن تكون تونس تقتدي ليبيا بنموذج تونس، لأننا بلدين شقيقين. يجب تعرف الشعب التونسي هو أقرب شعب للشعب الليبي، وأن وقت الثورة الليبية تونس هي اللي ساعدت الثورة هذه.
وتونس قبلت 1,300,000 جاءوا مثل 800,000 جاءوا من ليبيا بالأجناس كلها لأن وقت القذافي الدنيا الكل كانت موجودة غادي فهمت ولا وثم أن العائلات الليبية احتضرتها تونس واحتضرتها العائلات التونسية لأن الشعبين أقرب الشعوب من بين بعضها احنا الأمل متاعنا هو كونه الشعب الليبي يرجع إلى وعيه ويكون دولته ونحن نكون سعداء بأن الدولة الليبية أخذت مكانها ونكون أيضا مستعدين لإعانتها وأنا أكد لك اللي أصدقانا في الولايات المتحدة متفقين معنا في هذا ومستعدين باش يساعدوا تونس وليبيا باش تخرج من هالوضع اللي احنا فيه لك احنا توا قاعدين نقصيو في الإرهاب ولكن أيضا الإرهاب الآن بالنسبة لتونس موجود في ليبيا هذه داعش موجودة في ليبيا الليبيين ممش لهين بالموضوع هذا لهين يتقاتلوا مع بعضهم إن شاء الله على كل حال يجي الوقت هو كونه باش ترجع الناس إلى وحها وإن شاء الله ترجع الدولة وترجع الحكومة الليبية الموحدة ونحن نكون أول شعب يكون فرحان ونمشي نفرحوا بالأوضاع هذه في طرابلس وفي تبرق وفي درنا وفي السرت وكل ما ذوما بلداننا نعرفوهم ونجم تعرف أنت إذا كانك أصلك ليبي أن في التاريخ وقت اللي ليبيا كانت محتلة تعرف من طرف شكون من عام 1911 مش لازم إذا نذكر الدولة هذه لندخل في مؤتمر آخر بتاع المشاكل يعني الزعماء الليبيين جاءوا لتونس وعاشوا في تونس وما ثماش بلد في تونس ما سماش حي طرابلسية يعني خاطر احنا مو ليبيا وقتها كانت طرابلسية الكل فهمت ولا وتوا كلمة طرابلس عندنا مش مليحة فهمت ولا لأن احتلونا ناس أخرين فهمت ولا وكذا توا هذا اللي نجم نأكد لك اللي رغبتنا الحقيقية هو كون ليبيا ترجع لبعضها وتوا احنا خاسرين من الوضع اللي فيه ليبيا توا فهمت ولا لا وإن شاء الله ترجع وعلى كل حال عملوا علينا احنا باش نساهموا في ارجاع ليبيا الى المنظر بتاعها الحقيقي. Mr. President, on the topic of terrorism. بالنسبة لموضوع الإرهاب هناك عدد كبير جدا من الشباب التونسيين الذين يذهبوا إلى العراق وسوريا كيف ترى إمكانية معالجة هذا الوضع؟ مشاو للعراق مشاو لسوريا لأن الوضع في تونس ما يسمح لهمش بالاستقرار هما شباب ما عندهم شغل ناقصين وعي وثم يعني حركات وكذلك أيضا مجموعات اللي يسميهم لزونجية ذوما كذا اللي قاعدين يشجعوا فيهم إلى الخروج ويمولوا في العمليات الخروج على كل حال من وقت اللي تبدلت توا الأمور هذه احنا ساعة غلقنا الباب الخروج هذا ويمشيوا لسوريا ويمشيوا للعراق ويمشيوا حتى بقعة أخرى وثانيا كل ما يرجع من الخارج نحتضنوه وماذا بينا ندخلوه في الحياة العادية وهذه صعب لأن الإنسان اللي يستانس وقاله نهار كله مكحلة في يده ولا رشاشة ولا كذا ويقتل في الآخر ويقتل في بعضه ويعتديه على بعضهم الكل هذه مشكلة كبيرة لا أنا يجب تقص يجب تقف احنا على كل حال واعين لهذا ونحن مهما يكون الاغلاط نتاعه هما اولادنا على كل حال تاعنا ويلزمنا نتحملوهم وان شاء الله على كل حال يعني نلقاو لهم شغل بطبيعه اذا كان تجيبوا ما يقولش شغل احنا ثم ناس قاعدين يغادروا كانوا يغادروا في تونس ويمشيوا لايطاليا يمشيوا كذا ويموتوا في البحر لان يمشيوا في فلايك اللي ما عندهمش سيكوريتي كلها وماتوا كثير ولهذا ان شاء الله نوقفوا في الطيارة احنا ما بين ايطاليا اوقف الطيارة لان تعاوننا مع ايطاليا تعاون صحيح ولهذا اذا كان نحب نوقفوا هذا كل دولة يعني تحب تونس تبقى دولة ديمقراطية ومزدهرة يجب تعاوننا في الاتجاه هذا انفابك خباب اها يس Testing. Thank you. My name is Julian.
شكرا. أنا اسمي جوش روكر وأنا صحفي مع بلومبرغ فيو هنا في واشنطن. شكرا لك سيد الرئيس على مجيئك اليوم. في 2011 عندما انطلقت ثورة الربيع العربي في تونس كان هناك برنامجا كبيرا لمساندة الدولة وبرئاسة السفير تايلور، ولكن الكونغرس لم يمول هذه الجهود. في السنة الماضية تلقت تونس 50 مليون دولار مساعدات للحكومة الديمقراطية، بينما النظام المصري العسكري في مصر تلقى أكثر من ذلك بكثير. فماذا يقول ذلك عن أولويات الحكومة الأمريكية؟ هل أنها قد تخلت عن الربيع العربي؟ وما هي رسالتك عندما تقابل الرئيس أوباما بالنسبة لحقوق الإنسان في المنطقة؟ وشكرا. والرسالة بتاعي بلغتها له. أولا ما فماش ربيع عربي، هذا اختراع أوروبي. احنا استدعونا في الجيويت هذاك الثمانية الكبار وقع في دوفيل في عام 11 يعني 2011، وانا كنت مستدعي. ومعايا كان رئيس الحكومة المصرية، وانا كنت رئيس حكومة ما كنتش رئيس pas dans cette capacité. انا قلت ما ثماش ربيع عربي وموجود مسجل هي. ثم بدايه ربيع تونسي. اذا كان الربيع التونسي يتاكد يمكن نهار اخر يولي ربيع عربي. هذا اللي كنت نقوله، احنا توا الاستثناء الاكسبسيون. اما باش نوليو الموديل يلزم ننجحوا ساعه في تونس. ونحن في تونس ما زلنا ما نجحناش، يعني مشينا خطوات هامة في هذا الطريق، ولكن نفتقر إلى نجاح اقتصادي باش نوصلوا للنتيجة. والنجاح الاقتصادي ما زال مش متوفر في تونس. وإذا كان يحبوا يعاونونا الأصدقاء يمكن وقتها نوليو نكسبوا يعني الربيع تماما في تونس ونمشيو للربيع البر. يعني الولايات المتحدة أنا ما نحبش نحكي عليها، لأن أنا في الأمريكا الآن، وأنا نحترم قيادتها ونحترم شعبها وما نحبوش ندخلوا في شؤونها. إذا عاونتنا فأنا نفرح، وإذا ما عاونتناش باش نبقاو أصدقاء وباش نواصلوا وحدنا. أنا ماش كذا. أنا أقول لكم أني عندي تعهد من الرئيس، هو كونه باش يقول باش إنسان تونس، قال هو لي شخصيا، وغدوة باش نقابله. ولكن ماناش باش نذكره نقول له ماك وعدتنا باش تساندنا، خاطر ما يليقش. لكن أنا نعرف اللي علاقاتنا متواصلة ونحن مع بعضنا، ونعرف اللي الولايات المتحدة الكل والقيادات متاحة الكل مهتمين بالتجربة اللي وقع في تونس، يعرفوا اللي هالتجربة تجم تكون مثال لغيرها. لأن كما قلت لكم أنا مانيش فرحان وأن تونس وحدها اللي ماشية بالاتجاه هذا، والناس كل تولي تخزر لها، والناس كل تولي تخير منها، والناس كل تحب تطيح. لكن احنا مواصلين في الأمور هذه، واحنا أنا واثق أنا شخصيا كل حال أن الولايات المتحدة هي معنا ومش تساندنا بالإمكان. مش نقول لها قداش، نقول لها قد ما تجم، ولو نعرفوا اللي امكانيات الولايات المتحده كبيره ياسر الحمد لله. لكن ما عندهاش كان مشاغلنا احنا، عندها مشاغل العالم اجمع. الولايات المتحده هي العمود الفقري نتاع النظام العالمي، بالطبع مهتمه بالعالم الاجمع. لكن على كل حال احنا نطلب منها تهتم بنا شويه، كي تهتم بنا شوية نمشيو خطوة لا بأس بها. Mr. President, we have time for one last question. Yes. لدينا وقت لسؤال أخير. السيدة التي ترتدي الزي الأبيض، سؤال قصير لأنني أعرف السيد الرئيس.
الآن متوجه إلى الكونغرس حيث سيلتقي بقيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي. عايشك، مرحبا بك في واشنطن. أنت تونسية؟ جيهان بن خضر. أيوة، مشكور. بنت كمال بن خضر. كمال. ها؟ أي. قول لي هات منار. أي بنت بنتي ذات. كل فاتو المهم كمام. أي تفضل. باش نحكي بالانجليزي. كان سبيك ان انجليش اف يو ونت. اوكي. ماي كويشن. سؤالي هو قصير وسريع. فيما يخص حقوق الإنسان في تونس، فنحن نعي بأن كثيرون في تونس ينتهكون حقوق الإنسان لكي يقوموا بأعمال عنيفة وبأعمال إرهابية، لديهم زي موحد يونيفورم ولديهم زيهم الخاص، ولكن الحكومة التونسية والناس يتفهموهم، ولكن على مستوى ما هذا النوع من الأزياء الموحدة وخاصة النقاب فهي يعني تكون تهديدا للأمن القومي. حتى رجال يرتدون النقاب تم إلقاء القبض عليهم وهم يقوموا بحمل السلاح، وهناك من هؤلاء النساء من يذهبن إلى سوريا. أنا سؤالي هو، وأنا فعلا قلقة كمواطنة تونسية، كيف يمكن للحكومة التونسية، لن أقول أنت، ولكن الحكومة التونسية سوف تعالج هذا الوضع. فالسؤال الثاني السريع فهو أن يعني المدارس القرآنية التي تم فتحها دون رخصة مسبقة، فهذه الرياض تقوم بتوزيع الأفكار المتطرفة، فكيف تعالجون ذلك؟ احنا مع حرية اللباس، واللي يحب يغطي راسه يغطي، اللي يحب يغطي راسه يغطي راسه، واللي يحب يعري راسه يعري راسه، ولو في تونس وقت يقول يعرى راسه معناها فشل، لكن يحب هذه حريته. فيما يخص النقاب هذا، إذا كان المرأة تحب تعمل نقاب تعمل، لكن تقعد في دارها. إذا كان مش تتعامل مع المواطنين ومش تشارك في الإدارة ولا تشارك في الكلية ولا كذا، الأحسن تعري وجهها شوية، لهذا أحنا ما نسمحوش به. لكن كلباس خاص تلبس، ولكن زاد احنا مع حريه المراه اللي تعري ساقيها، معناها تلبس جيب، لا ماشي هذا في تونس. فيما يخص حقوق الانسان، ما ثماش بلاد تحترم حقوق الانسان اكثر من تونس، لكن زاد حريه الانسان ما تمشيش الى حريه الاساءه. انا اذا كان ملي باش يضرونا ولا باش يقاومونا على حرية البشر، مش صحيح هذا. احنا مع الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، معناها انسان يعرف روحه تونسي، يعرف عنده مسؤولية في المجتمع ومسؤولية في عائلته، مسؤولية في داره، مسؤولية في العمل بتاعه. ما دام هذا محترم احنا نحترمه. بالطبع ما ثماش بلاد ما فيهاش بعض التجاوزات، لهولي كيف كيف مو فما في كل بقعة، مش مسألة تقدم ولا مسألة رقي ولا كل هذا واضح. لكن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. واحنا في تونس انا نعرف اللي ما عندناش تجاوزات كبيرة، ولكن وقت اللي ثم تجاوزات نحن نمشيو للمحاكم ونعاقبوهم باش نقصوا من التجاوزات، والباقي هو مسألة ظروف حياة. يلزم الناس اللي تعيش في تونس ما تكونش تحت الحاجة، يعني حتى تولي تخرج من المعتاد، وهذا أمور قليلة إن شاء الله. وأنت على كل حال سلم على أبوك الحمد لله، وإن شاء الله تراجع لتونس يجي يزورني. شكرا جزيلا سيدي الرئيس لزيارتك لنا اليوم.